السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ باذن الله هنشرح مع بعض النهارده عمل الكارديو فاسكولار باثولوجي والسي في اس باثولوجي. بالنسبه للجزء العملي فيه، ففي بعض الناس متلخبطه. كل الحوار فيه 3 مذكرات نزلوا للعملي، مذكرتين شرح النظري بتاع العملي، والنظري بتاع العملي ده للفهم فقط، ده للفهم فقط، سواء كان على مستوى زقازيق او فقوس. في فاقوس صراحة قالوها كده صراحة، الجزء ده للفهم بس، في الزقازيق لحد دلوقتي ما قالوهاش. فأنا شرحت لك فيديوهات قبل كده بتاعت الاثيروسكليروسيس والهايبر تنشن والكونجيشن والإديمة. بالنسبة لك في فاقوس خلاص، فاقوس خدوا القرار النهائي، ورئيسة القسم هناك قالت أنتم ملزمين بالجزء بتاع الصورة بس، وده اللي هيتشيح في الفيديو يا زعيم. فأي حد من فاقوس الفيديو ده كافي وشافي ووافي. طب بالنسبه للزقازيق، كل الحوار ان هم مش قالوا صراحه كده ان الصور هي اللي عليكم بس، لكن بيجوا في الامتحان ويقولوا الصور بس هي اللي عليكم. فانا مش عارف اقول لك اعتمد على فيديو الصور بس، على الاقل تكون سمع الفيديوهات اللي قبل كده ولو سماع بس، ولكن لو انت مزنوق اعتمد على فيديو الصور بس، والسنة اللي فاتت ما خرجش منه الامتحان، لأن أنا لامم لك كل الصور اللي في الهاند أوت، ولامم لك كل الصور اللي في الداتا شو، وجايبها لك وشرحها لك تفصيليا. يعني خلاصة الكول كده، خلاصة الكول، لو أي حد من فاقوس الفيديو ده كافي وشافي ووافي، أي حد من الزقازيق حضرتك لو أنت خايف عن نص درجة خلاص اسمع فيديوهات النظري العملي، لأن ممكن يسأل منها حاجة رغم إن هي صعبة جدا إن هو يسأل فيها، وما سألش فيها السنتين اللي فاتوا، فمش هيبقى أنت الدفعة اللي هيسأل إيه اللي هيسأل فيها يعني. فبإذن الله ما يسألش فيها. وحتى أنا صور أنا جايبها لك بالكومنت بتاعها، يعني أنا مش جايب لك صور وبس، لا ده أنا جايب لك الصور بالكومنت بتاعها، فتكفي إنك تتفرج على الصور بس بالنسبة لي. أه تكفي بناء على السنتين اللي قبل كده، النظام جديد اه تكفي، وما فيش اي حاجه طلعت منهم، بس انت ايه حاول تلمهم مع المواد التانيه، فربنا يقويكم يا رب. تعالى مع بعض دلوقتي، يلا نبدا في اول جزء في الكارديو فاسكولار باثولوجي براكتيكال. المذكره انا مجمع لك فيها كل سلايد موجوده عند سعادتك في كتاب العملي، في ملحق كده في الكتاب في الاخر موجود في صوره انا مجمع لك فيها، وحتى لو صوره نزلت في داتا شو مش موجوده في كتاب العملي انا جايبها لك برضه، فالناس ما تقلقش خالص، المذكره كامله باذن الله. اول حاجه هنبدا دلوقتي في جوات الهارت والاوعيه الدمويه اللي جريت فيسلز بتاعت الهارت. اعظم فيسل طالع من الهارت اسمه الاورطه، والاورطه ده كان بيحصل فيه مرض اسمه اثيروسكليروسيس. الاثيروسكليروسيس جارين موجودين عند ساعتها. طب الجوين دول هشوفهم ازاي يا دكتور؟ هو الاورطه ده بيكون طالع من الهارت، ادي الليفت هارت اهو، ليفت اتيوم والليفت فينتيكل، وادي الاورطه كده. ايه هشوف او الجو ده متجاب ازاي؟ بص معايا، حصل هنا في المنطقه دي اثيروسكليروسيس، اتكونت حته اثيروما كده. هاخد الجزء ده، بص هقطعه كده واحطه عند سعادتك في جو. فالجو هيكون عباره عن ايه؟ عباره عن قطعه حصل فيها اثيروسكليروسيس. طب بص معايا، انا كاتب لك بس ورقه بخط الايد كده عشان تسهل عليك الموضوع. مفروض ان الاثيروسكليروسيس منه نوعين، اما يحصل في الاول يسموه ايلي اثيروسكليروسيس. ايه اللي بيحصل يا دكتور؟ بيتكون جزء من الاثيروما، ادي بيرفع طبقه الانتيما فوق، تعال نقرب كده، ادي جزء الاثيروما يا دكتور رفع طبقه الانتيما فوق، وهنا البلاد لسه الطبقه اللي موجوده هنا ما اتكسرتش. ليه؟ لان ايرلي اثيروسكليروسيس، كان الايرلي اثيروسكليروسيس في النظري، وده اهميه الناس تبقى مذاكره نظري، ان ما بيحصلش معاه كومبليكيشن. اما في السكندري او الليت اثيروسكليروسيس هو اللي بيحصل معاه كومبليكيشن. المهم يا دكتور، في هنا دم، فلما تيجي تشوف الجو ده هتلاقي الدم موجود، فهتلاقي الجو اللي موجود عند سعادتك احمر، هتلاقي الجو اللي موجود عند سعادتك احمر. حتى الكومنت بتاعه هتلاقيه كاتب لك اثيوميتاس بليك، موجود اثيوما. الاثيوما دي بتكون مالتيبل، اكتر من واحده، سلايتلي ريزد، مرفوعه في يا دوبك سلايتلي، حاجه بسيطه كده، وايتش يلو، ابيض مسفير. طب ليت يا دكتور؟ والله ليت بتبدا طبقه الانتما بتاعه البلاد فيسل تتكسر، فانت هتشوف البلاد. لا مش هشوف البلاد، امال انا هشوف اللي تحت الانتما اللي هي الدهون، والدهون بيبان لونها اصفر، فالجو عند سعادتك هيكون لونه اصفر. في التعليق هيقول لك في اثيروميتاس بليك زي الاولانيه بس ادفانسد، وايتش يلو برضه نفس النظام، اني بشوف الدهون،
فاريبل سايز حجمها مختلف، اهم حاجه ان بيحصل معاها ulceration وبيترسب عليها كالسيوم كمان كالسيفيكيشن. تعال نشوف الجوين كده، عندك جوين كده للاورطه، ده جو اورطه يا دكتور وده جو اورطه، ايه الفرق ما بينهم؟ ان ده لونه احمر وده لونه ازرق وده لونه اصفر، ان اللي فوق لونه احمر واللي تحت لونه اصفر. وانا قلت لك طالما احمر فطبقه الانتيما سليمه، يبقى ده ايلي اسروسكاليوسز. طب يا دكتور لو هو اصفر يبقى ادفانسد او ليت اسروسكاليوسز. تعالى نقول الكلام كده مع بعض، يقول لك الاورتك انتماء شو مالتيبل سلايتلي ريزد وايت وايت يلوش اثيومتاس بريك. ما انا قلت لك فوق في اثيومتاس بريك تتميز ان هي ريزد سلايتلي ريزد بتكون وايت يلوش يا دكتور. الاثيومتاس بريك موستلي ريليتد تو ذا اوبننج اوف ذا فازا فازوا، عند فتحات الفازا فازوا. ما يهمنيش قوي الكلام ده. الادفانسد اورتك اثيروسكاليوسز ذا اورتك انتما شو مور ادفانسد، بتكون اكتر شويه او طلع اكتر ريزد وايت يلوش اسيومتاس بريك. البريك ار فاريبل ان سايز ويز ريجولار السريشن وكومبليكيشن، اهم حاجه الالسريشن والكالسيفيكيشن يا دكتور، وان بيحصل معاها نيكوز. يبقى جايين نعرفهم ازاي؟ والله جار احمر يبقى على طول ايه الاسيروسكاليوسز، جار اصفر عند ساعتك ادفانسد اسيروسكاليوسز. هتقول لي هو انا اعرف ان ده اورطه؟ انا قايل لك يا حبيبي، انا قايل لك ان ده اورطه، قلت لك ادي الليفت هارت اهو كل الحكايه، ادي الاورطه انا خدت الحته دي كده وشفتها تحت المايكرو او شفتها بعنايه كده حطيتها في الجو، فده ايلي وليت اسيوسكاليوسيس. في بقى سلايدز اسيوسكاليوسيس كده، بص معايا وركز عند سعادتك قوي، بص معايا انت شفت ايه؟ والله يا دكتور انا شايف بلاد فيسل وفي كلكيعه هنا، يبقى على طول السلايد ده تشخيصها اسيوسكاليوسيس، هيشاورك على المناطق دي ويقول لك ايه ده. طب ما نيجي ناخدها واحده واحده كده، واحده واحده مع سعادتك كده وافهمها لك واحده واحده عشان تكون ايه فاهم الحاجة مش حافظها بس. والله ايه الكتلة اللي طالعة ديت؟ لو شوالك عليها كده الكتلة كلها فده عبارة عن الاثيوما او الاثيوميتس بليك، اللي هي الحتة اللي حصل فيها الاثيوم، لكن هو مش مشاويل على كده. واعتاد القسم ان الشرايح او الحاجة اللي بتنزل لك بتنزل لك زي ما هي بنفس الاسهم يا دكاترة. طب واحدة واحدة كده، تعال ناخدها من بره لجوه. من بره ايه دي؟ والله اه والله الخلايا ديت دي خلية السموث ماسل، بس انت عارف ان حتة السموث ماسل المقابله لجزء الاسيوما بتكون اتروفيك لان الاسيوما بتضغط عليها، فدي تكون اتروفيك ماسل. بالتالي حصل نوع من الديجينيشن او النيكوسيس في المكان، يترسب عليه كالسيوم بيبان ازرق اهو عند سعادتك كتله كده، دي عباره عن كالسيفيكيشن. ولو سالك عن نوعها فدي عباره عن ديستروفيك كالسيفيكيشن، دي عباره عن ديستروفيك كالسيفيكيشن. السهم مشاوي لماده حمراء فده الهيالين اللي ترسب، كان بيحصل مع الاثيروسكاليوسيس ايه؟ حاجه اسمها هيالينوسيس، فده عباره عن الهيالين الماده الحمراء دي. كان اللي بيترسب تحت الانتما طبقه الانتما هي دكاتره، اللي بيترسب تحت الانتما دهون كان عباره عن فات وكوليستيول. هو الفات والكوليستيول اما اجي اصبغهم بالهوموتوكسين والايوسين، مش الهوموتوكسين والايوسين ده اما باجي اصبغ بينهم، اما باجي اصبغ بينهم بيهم الفات كان الفات بيدوب. طب اما يدوب يبان بص 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 فراغات بيضه كده، قال لك عامله زي شبه الابره نيدل شيبد كليفت، يعني شق، كلمه كليفت يعني شق، يعني شقوق موجوده عندك عباره عن ادي شقوق وادي شق وادي شق، ده عباره عن ايه؟ عباره عن النيدل شيبد كليفت، عباره عن النيدل شيبد كليفت. الرابع بيانات دولي هو شارحهم لك هنا، شارحهم لك في العمود اللي موجود تحت، يقول لك ايه؟ The subendothelial connective tissue in the area of atheroma is proliferated second، يعني بيحصل فيه هيالينوسيس وبيكون حاجه اسمها نيدل شيب. مش معنى بيكون النيدل شيب يا دكتور، بسبب تاسيب الكوليستيول وتاسيب الليبد اللي موجوده في الكليفت ديت. فالكليفت دي اول ما بصبغها which dissolve during preparation of the section of the section، اثناء الاعداد السكشن وانا بصبغها بالهوموتوكسين واليوسين ان هي بتدوب. ليه؟ لان الهوموتوكسين واليوسين بتحتوي على زيلول والزيلول بيدوب الدهون. المهم هتلاقي في جرانيول من الكالسيوم اهي اوبزيت تو ذا ليجن ذا انترنال الاستيك لامينا از فراجمنت از فراجمنتيتد، يعني بتتكسر. اند ذا، معلش اكتبها لي بس، هي اتمسحت في الطباعه. اند ذا ماسل، اند ذا ماسل از سين، بتكون رفيعه and atrophied، بتكون حصل فيها اتروفي. يبقى اهم حاجه انا عندي الرابع بيانات، الرابع بيانات شوالك على حتت بيضاء نيدل شيبد كليفت،
شاور لك على ماده حمراء هايالينوسيس، شاور لك على اللزق اللزق كالسينوسيس يا دكتور، شاور لك على الخلايا ديت اللي هي بتاعت المصل اتروفيك مصل، اتروفيك مصل. طب دي اسوسكليوسيس، هو مش مشاور لك على حاجه. وعاده خلي بالك، خليك ذكي، تركز على الحاجات اللي هو مشاور عليها، لان دي اللي هيجيبها لك في الامتحان. طب يا دكتور حاجات تانيه مش ممكن يجيبها لك؟ لا انا حطيتها لك ممكن يجيبها لك عادي. هيقول لك ده عباره عن ايه يا دكتور؟ قال لك والله ده برضه اثيوسكاليوسيس. الاثيوسكاليوسيس ده فين الاثيوما يا دكتور؟ ما هي حته الدهون دي، ما هو بنت بيضه، بنت بيضه ليه؟ لانها بيتوصل دهون، فما باجي اصبغها الدهون بتسيح. فيقول لك ده سيكشن في الكورونا اي ارتري، ده في الكورونا يا دكتور. شو اللوكاليزد انتيمال ثيكننج فورمد اوف بوليفريتنج فايبروبلاست سموث ماسل سيل فوم سيل اند كوليسترول كليفت اند كالسيوم ديبوزيت. ولا اي يعني، اللي باين بس هي حته البيضه ديت، حته الاثيوما ديت اللي اتصبغت فبنت ابيض، لا اقصى ولا اقل. مستبعده جدا ان هي تيجي، مستبعده جدا. ادي برضه الاثيوما دي كلها سوا، ادي الاثيوما، ويعتبر ده على فكره الكالسيوم اللي توصل كالسيفيكيشن. ده الاثيوما اهي، حته بيضه تحت الانتما، حته بيضه تحت الانتما عند سعادتك، ده اثيوما بس كومبليكيتد ويز ثرومبوسيز. لو جابها لك ده يبقى عاوز يعني ايه، يجيبك من إيه؟ يجيبك قاضي من الاخر يعني، ان هو يقول لك ايه دي اثيوما، حتت بيضاء اهي، تمام، ويز كومبليكيتد ثرومبوسيس. دي ثرومبوسيس، دي اللي بلاد متجمع في المنطقه دي، مش كان من ضمن الكومبليكيشن بتاعت الاثيوسكاليوسيس ان هو بيتكون اون توب، بيتكون ثرومبوسيس اون توب اوف اثيوميتاس بليت، بيتكون ثرومبوسيس عليها، لكن مستبعده برضه. اهم حاجه النيدل شيد والهايالينوسيس والاتروفيك ماسل والكالسينوسيس والكالسيفيكيشن. طب كلام كويس، ادخلي على الجزء ده. قال لك والله ايه دي يا دكتور؟ دي لو جات لك المشكله ممكن تتلخبط فيها لانك مش عارف ايه دي. دي يا دكتور عباره عن شريحه من الكدني، انا واخد قطعه كده من الكدني، واخد قطعه من الكدني وفحصها. هي الكدني بتتكون من ايه؟ والله يا دكتور وحدة تكوين الكدني هي عبارة عن النفرون، ادي النفرون عند سعادتك اهو، ده المفروض كده انت واخد ده النفرون صح؟ طب كلام كويس يا دكتور، خد لي سيكشن هنا كده، خد لي سيكشن هنا كده، لو خدت لي سيكشن في النفرون، تخيل انا عاوز اخد سيكشن، ادي السيكشن اهو يا دكتور، هاخد السيكشن كده تمام؟ او ممكن اخد السيكشن كده، او ممكن اخد السيكشن كده. المهم ان هو هيجيب ايه؟ قال لك والله هيجيب جلوميولاي، وهيجيب تيوبيول، وهيجيب انترستيشال تيشو. يعني عاوز افهمك ايه، انا باخد سيكشن كده، طب ما اخده ممكن تتقطع وانا بقطع كده حته جلوميولاي حته تيوبيول. ادي الجلوميولاي اهي، دي الجلوميولاي كده، ادي الجلوميولاي يا دكاتره، دي عباره عن الجلوميولاي. طب فين التيوبيول؟ ادي التيوبيول يا دكاتره، دي تيوبيول ودي تيوبيول. طب هي الجلوميولاي مش كان داخل فيها افنت ارتيول وطالع منها افنت ارتيول؟ ادي الفيسل يا دكتور، ادي البلاد فيسلز اللي موجوده عند سعادتك، ادي البلاد فيسلز اللي موجوده عند سعادتك. كلام كويس، كلام كويس بقى. الشريحه دي بتاعتي برضه قال لك دي عباره عن بيناين ارتيولوس كاليوسيس، يعني في ارتيولوس كاليوسيس بيحصل عندك. والبيناين ارتيولوس كاليوسيس والله هم كانوا حاجتين، اهم كلمتين فيه هيالينوسيس، هيالينوسيس وإيلاستوسيس. يعني ايه كلمه هيالينوسيس؟ يعني بيتوسب هيراين. طب هو ما يتوسب هيراين في منطقه الكابيلا في الجلوميولاي كده ايه اللي يحصل؟ قال لك والله الجلوميولاي هيحصل لها هايلانيزيشن، فعشان كده يقول لك دي هايلانيزد جلوميولاس. طب وتضغط على اللي حواليه، هتضغط على التيبيول، فالتيبيول يحصل فيها اتروفي، تبقى اتروفيك تيوبيول. السمول بلاد فيسل هيبدا يحصل فيها هيراين، يبقى هايلانيزد بلاد فيسل او سمول بلاد فيسل. طب ما انا بقول لك الاستوسيز، الاستوسيز يا دكاتره حصل في بعض الاوعيه اهو، فايبو الاستيك هايبابليزيا، طبقه الالاستيك نفسها بسبب الضغط عليها عمال يحصل فيها هايبابليزيا، ديت عباره عن ايه؟ فايبو الاستيك هايبابليزيا، فايبو الاستيك هايبابليزيا. يبقى تاني الاربع بيانات دول عاوزك ايه تفهمهم كده. انا قطعت، قطعت فين؟ في الجلوميولاي، او قطعت في الكدني. اما قطعت في الكدني بنت ايه يا دكتور؟ اول حاجه بن الجلوميولاي، بن التيبيول، بن البلاد فيسل، بان البلاد فيسلز عندك عند سعادتك كبير برضه اهو. ايه اللي حصل؟ والله اللي حصل ان الجلوميولاي حصل فيها هايلانيزيشن، ان التيبير حصل فيها اتوفي، ان البلاد فيسل اللي حصل فيها هايلانيزيشن، وده فايبو الاستيك هايبابليزيا. طب تعالى هنا كده، ده مش بيناين بقى، لا ده مالجنت. طب يا دكتور اعرف افرقه ازاي؟ عيان المالجنت هايبر اتنشن البلاد فيسل عنده بيكون ضيق جدا لدرجه ان هو يكومنت عليها ويقول لك النار اليومنج. وكنت اقول لك ان لازم يكون البلاد فيسل عامل زي حلقات البصل
اونيون لايك ابيرنس او اونيون سكيننج، التخانه بتاعته بتكون عامله زي الاونيون. ليه يا دكتور؟ بسبب الهايبابليزيا اللي حصل في السموث ماسل، في طبقات السموث ماسل. تقول لك ان طبقات السموث ماسل بتكون عامله كده، بتتكسر ويحصل فيها نيكوسيس بسبب المالجنت هايبر اتنشن، وتتبدل بطبقات الاستيك، حصل الاستيك هايبابليزيا او هايبا بلاستيك سموث ماسل، بقت عامله زي الاستيك كده، ملفوف 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 يا دكاتره. فبالتالي ده بيحصل فين؟ في المالجنت هايبر اتنشن، يسموها ايه؟ هايبر بلاستيك ارتيولو سكاليوسز ان مالجنت هايبر اتنشن، يسموه ايه؟ هايبر بلاستيك ارتيولو سكاليوسز ان مالجنت هايبر اتنشن. كلام كويس. ده بالنسبه للارتيولو سكاليوسز. كده بالنسبه لجوات الاسوسكاليوسز. تاني كده نرجع مع بعض، تاني كده نرجع مع بعض. خدنا جوين في الاورطه يا دكتور، ايه الاسيو سكاليوسز؟ قلنا هنعرفه منين؟ هنعرفه من اللحمه. انا عاوز بس التشخيص دلوقتي. خدنا جو اصفر، قلنا هنعرفه منين؟ ادفانسد اورتيك اسيو سكاليوسز، ادفانسد اورتيك اسيو سكاليوسز، ادفانسد اورتيك اسيو سكاليوسز، ادفانسد اورتيك اسيو سكاليوسز. عيدها تاني. طب كلام كويس. خدنا السلايد ديت اللي فيها والله حته تلزق دي كالسيفيكيشن، اللي محصور فيها اتوفي، ده الاتوفيك ماسل، دي عباره عن كليفت نيدل شيبد كليفت، وده عباره عن هيالينوسز. طب ده الاثيروسكليروسيس مش باين فيها اي حاجه، الصور دي كل حكايه للتدريب فقط. طب ده يا دكتور ده بيناين ارتيوروسكليروسيس وده مالجنت ارتيوروسكليروسيس. البيناين ارتيوروسكليروسيس المثال بتاعه هاخد الكدني، والكدني عباره عن جلوميولاي هيحصل فيها هيرونايزيشن، وعباره عن تيوبيولا هيحصل فيها اتوفي، وعباره عن سمول بلاد فيسل هيحصل فيها هيرونايزيشن، او ممكن يحصل فيها فايبو الاستيك هايبوبليزيا. طب في المالجنت هايبرتنشن يا دكتور، هايبوبليستيك ارتيوروسكليروسيس ان مالجنت هايبرتنشن ناوليومينج اند اونيون لايك ابيرنس ديو تو هايبوبليستيك سموث ماسل. بص معايا كده، قلب لي شويه، قلب لي شويه بعد الجواد دي، هات لي الجواد دي بتاعت الهايبرتنشن. ناخد الاثيروسكليروسيس والهايبرتنشن مع بعض. الهايبرتنشن والله العيان اما بيتعرض لهايبرتنشن او بيكون عنده هايبرتنشن، ادي الهارت اهو، وادي البلاد فيسل. كان البلاد فيسل الايه؟ يضيق، فالقلب عند سعادتك يبدا يكبر حجم العضله عشان يقاوم الضغط العالي ده، يقول لك انا عاوز ادفع ضد الضغط العالي اكنه واحد جيم، فبالتالي حجم العضله بيكبر. ده يسموها ايه؟ قال لك طالما بص 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 معايا، كبر في السمك، فيسموها كونسنتريك هايبر اتوفي، او بيسموها هايبرتنسيف كارديو ميجالي. كلمه كارديو ميجالي يعني تضخم في عضله القلب، هايبرتنسيف ديو تو هايبرتنشن. ده مش الدايجنوستيك، شايف الدايجنوستيك مكتوب تحت عند سعادتك، الدايجنوستيك كونسنتريك هايبر اتوفي اوف ذا هارت، كونسنتريك هايبر اتوفي اوف ذا هارت. هتقول لي يا دكتور اكتبها ايه؟ اقول لك اكتب الاثنين. اه في الباثولوجي كده او في العمل كده، خليك في الكليه بص اكتب له الاثنين، ما هو مكتوب عندك في التشخيص اهو، كاتب لك جايبها لك من، والله انا جايبها لك كوبي بيست عن سعادتك من العمل، من الداتا بتاعت العمل. إيه موجود الكلمتين، اما هايبرتنسيف كارديو ميجالي، اما كونسنتريك هايبر اتوفي اوف ذا هارت. الاثنين واحد، الهايبرتنسيف كارديو ميجالي هي كونسنتريك هايبر اتوفي اوف ذا هارت. فانا لو منك اكتبها هايبرتنسيف كارديو ميجالي ما بين قوسين كونسنتريك هايبر اتوفي اوف ذا هارت. طب تعالى نعلق كده، يقول لك والله ذا ليفت فينتريكل وول از ماركتلي سيكند. على فكره الارقام مش مهمه، الارقام مش مهمه، الانتر فينتريكولار سيبتم خلي بالك، ده الايه؟ ده رايت اتيان، رايت فينتريكل معلش، وده الليفت فينتريكل، ما بينهم السيبتم، انتر فينتريكولار سيبتم، لاحظ متضخم قد ايه. فالانتر فينتريكولار، الانتر فينتريكولار سيبتم بولج ان ذا رايت فينتريكل، بيبلج ناحيه الرايت فينتريكل كده شويه، المهم ان هو بيتضخم. الول بتاع الرايت فينتريكل كمان هو كمان بيحصل له سيكلينج، كل القلب بيحصل له سيكلينج يا دكاتره، فيسموها هايبرتنسيف كارديو ميجالي او كونسنتريك هايبر اتروفي اوف ذا هارت. ده نفس النظام برضه، شايف هو جايب لك مستوى هنا وبيقيس لك ايه؟ سمك عضله القلب اهي، عباره عن تقريبا 2.5 او 3، 2.5 او 3. طب كلام كويس. بعد كده البيناين ارتيولو سكاليوسيس، ده نفس النظام برضه، عشان كده قلت لك ناخد الاثنين مع بعض. البيناين ارتيولو هعرفها منين؟ والله عباره عن بلاد فيسل وعاء دموي. الوعاء الدموي ده لو تلاحظ هتلاقي ماده حمراء، الماده الحمراء ديت يا دكتور ما هي الهيالينوسيس، قلت لك اي بيناين فهي عباره عن هيالينوسيس والستوسيس. فقال لك ايه اللي حصل؟ حصل هيالين تشينج في طبقه الانتيما والميديا، ادى الى سيكننج اوف ذا ارتيريال وول اند ناوينج اوف ذا اليومن، واليومن بقى ناو لا اقصى ولا اقل. فهو لو شاور لك، هيشاور لك على دي تقول لي هايلينوسيس، وشاور لك على ديت يا دكتور تقول لي عباره عن ناوينج في اليومن.
ادي البي 9 ارتيوريوس كاليروسيس برضه نفس اللي فوق، هيرنايزد جلوميولاي اتروفيك تيوبيول هيرنايزد سمول بلاد فيسل وفايبو الاستيك هايبر بليزيا، ادي المالجنانت اسينشال هايبر تنشن. طب اعرف الاثنين منين؟ تعالى نرجع كده مع بعض، تعالى نرجع كده واحده واحده مع بعض. شايف دي كده، دي الايه المالجنانت هايبر تنشن، هايبر بلاستيك ارتيوريوس كاليروسيس مالجنانت هايبر تنشن. بص معايا دي بقى، بص معايا دي كده واحده واحده، دي نفس النظام برضه مالجنانت هايبر تنشن. احفظها زي ما هي، احفظها زي ما هي، العملي بصمجه هيجيب لك الصوره دي ويقول لك هي دي ايه، فتكتب له مالجنانت اسينشال هايبر تنشن، تكتب له مالجنانت اسينشال هايبر تنشن. المالجنانت اسينشال هايبر تنشن بيحصل يا دكتور ان طبقات دي بيحصل فيها ماركت سيكننج، السيكننج بيكون كبير جدا 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 يا دكاتره، ويحصل فيها كونسنتريك هايبربليزيا في السموث ماسل، ادي كونسنتريك هايبربليزيا في السموث ماسل فايبر اوف ذا ميديا كاركترستيك اوف اونيون سكين ابيرنس، اونيون سكين ابيرنس، اونيون اي مالجنانت هايبر تنشن لازم اونيون سكين ابيرنس، فشوالك على دي اونيون سكين ابيونس على طول. طب كلام كويس. طب دي هايبر بلاستيك ارتيوريوس كالوسيس، قال الاثنين تحت بعض اهم، الاثنين تحت بعض اهم يا دكتور، ده المالجنت اسينشال هايبر تنشن وده الهايبر بلاستيك ارتيوريوس كالوسيس ان مالجنت هايبر تنشن، الاثنين جنب بعض وتفرقهم ما بين بعض. كلام كويس. مش كده خلصنا جارات الاسيروس كالوسيس وجارات اللي عند سعادتك بتاعت الارتيور بتاعت الهايبر تنشن. هناخد دلوقتي جارات روماتيك فيفر، وجارات روماتيك فيفر بص معايا كده، في عندي اربع جارات او كم اربع جارات روماتيك فيفر، اربع جارات روماتيك فيفر، الاربع جارات روماتيك فيفر الدايجنوسيس بتاعهم واحد، هيجيب لك الجار ده ويقول لك الدايجنوسيس، ويجيب لك سهم ويقول لك السهم ده بيشاور على ايه، يبقى هو هيجيب لك ايه؟ هيجيب لك الجار، لازم انا هيجي لك واحد منهم، تشخيصهم واحد ويجيب لك سهم ويقول لك بيشاور على ايه، فالاسهم مهمه والتشخيص مهم. هتقول له ايه يا دكتور؟ قال لك والله العيان ده عنده ايه؟ عنده روماتيك فيفر، صح؟ طب يا دكتور ديت كرونيك ولا اكيوت؟ والله بلاش ذكاء، اكيد دي مش اكيوت يعني، اكيد دي كرونيك روماتيك فيفر. الكرونيك روماتيك فيفر ده بتاثر على الفلفات بصوره رئيسيه، فيسموها ايه؟ قال لك والله يسموها كرونيك روماتيك فالفولايتس، اي انها بتاثر على الفلفات، ده مش كده بس، يكون معاها اسيروسكاليوسيس في الاورطه زائد اورتيك اسيروسكاليوسيس. فعشان كده اي دايجنوسيس لازم تقول لي الاثنين مع بعض. هتقول لي ازاي الاثنين ده كله في اهو ده كله في والله كان جا في النظام القديم دايجنوسيس بتاعه اربع جمل، الدايجنوسيس بتاعه اربع جمل، فلازم الدايجنوسيس تكتبه زي ما هو موجود، دي من الحاجات المقدسه عندهم في القسم. عند سعادتك تكتب الدايجنوسيس بتاع الجا ده ايه؟ ده عباره عن كونيك روماتيك فالفولايتس اوف ذا اورتيك اند ميتال فالف، الكرونيك روماتيك فالفولايتس اوف ذا اورتيك اند ميتال فالف زائد اورتيك اسيروسكاليوسيس. طب تعال نشوف الجو ده كده، ده نفس النظام والله يا دكتور، ايه اللي حصل؟ الكرونيك روماتيك فالفولايتس اوف ذا اورتيك اند ميتال فالف زائد اورتيك اسيروسكاليوسيس. قول معايا، يبقى الكرونيك او الروماتيك فيفا الجوات بتاعها كلها تشخيصها كده، الكرونيك روماتيك فالفولايتس في الاورطه والميتال فالف زائد اورتيك اسيروسكاليوسيس. طب الجو ده، الجهاز ده الوحيد اللي لما كتب تشخيصه كتب كونيك روماتيك فالفولايتس، معايا؟ لو عايز تقول لي اوبز اوتيك اند ميتال فالف تمام، ولو عايز تقول لي برضه اوتيك اسيوس كاليوسيس تمام برضه، مفيش اي حاجه. فاربع جهات، ادي الجو، وادي تاني، وادي التالت عند سعادتك، وادي الرابع اهو، ماشي؟ هو نفس النظام بس هنا بقى مكبره لك ومشوه لك شويه على الاسهم، وقايل لك الاسهم دي بتاعت ايه، واحده واحده كده مع بعض. واي جهاز كونيك روماتيك قلت لك لازم تقول التشخيص او لازم تقول الدايجنوس على بعضه، كونيك روماتيك فالفولايتس اوف اورتيك اند، عمال اعيد عيد معايا، كونيك روماتيك فالفولايتس اوف اورتيك اند ميتال فالف زائد اثيروسكاليوسيس او اورتيك اثيروسكاليوسيس، صح؟ تمام. هو الهارت عشان اعلق فيه، هعلق على ايه؟ قال لي والله يا دكتور عندك جدار الهارت اهو، صح؟ فانت هتعلق لي على الوول بتاع الهارت اللي هو الفينتيكل، الفينتريكيولار وول. ايه اللي حصل؟ حصل سيكنينج. طب ما هو الفنتيكل ده كان طالع منه مصل، المصل دي كان اسمها ايه؟ والله يا دكتور المصل دي كان اسمها بابيلاري مصل، المصل دي كان اسمها بابيلاري مصل، وكان طالع من البابيلاري مصل ديت احبال، الاحبال دي اسمها ايه؟ والله اسمها كوديا تنديني، اسمها كوديا تنديني. وعند سعادتك هنا ده كده الفلفات،
دي الفالفات، سواء بتاع الميتو الفالف، سواء بتاع الميتو الفالف، او سواء كان الاورتيك فالف. طب ما تيجي تعلق لي على اللي حصل هنا كده والاسهم واحده 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 كده، وصل لي على النبي. الكومنت حتى اللي هيجي يقول لك ده، الكومنت ده بص معايا، اول حاجه فيه يقول لك ان الليفت فينتريكولا وول از سكند اب تو 2 سنتيمتر، يعني 2 سنتيمتر او اقل. لاحظ ادي الليفت فينتيكل سكند اب تو 2 2 سنتيمتر. الشورت اللي هو السهم الصغير ده بيشاور على ايه؟ بيشاور على البابيلاي ماسل. ادي البابيلاي ماسل اهي حصل فيها هايبر اتوفي، والكوديا تنديني هي كمان حصل فيها سيكنينج، حصل فيها سيكنينج. لو بص معايا بقى، بص معايا، شايف السهم ده؟ يقول لك ان الاورتيك فالف والميتوال فالف، الاورتيك فالف والميتوال فالف يا دكتور بيحصل فيهم، بيكونوا جراي شويه، وحصل فيهم فايبوسز. ما ده كرونيك روماتيك، ما انا قلت لك ايه؟ كرونيك روماتيك فالفرايتس، والكرونيك روماتيك فالفرايتس كان بيتميز بالفايبوسز، فحصل عندي سعادتك فايبوسز. اخر حاجه والله ايه ده؟ ده عباره عن اوطه، اثيروسكليروتيك اوطه، اثيروسكليروتيك اوطه. يبقى ده اللي مكتوب عند سعادتك في الكومنت، ان الليفت فينتيكل حصل فيه هايبر اتوفي، ان البابيلا حصل فيها هايبر اتوفي والكوديا تنديني اصبح سيك، ان الاورطه والميتوال فالف بيكونوا اوبيك جراي شويه وبيكون فيهم فايبوسز، ان الاورطه بيكون في اثيروميتاس بليك مالتيبل يلو شويه اثيروميتاس بليك عادي. طب خلي بالك الهارت ده محاط بغشاء، ادي الغشاء اهو اللي هو ده اسمه البيريكارديوم، بيكون في ايه؟ سيو فايبرنس انفلاميشن، سيو فايبرنس انفلاميشن، تمام؟ يبقى جاي الكونيك روماتيك فالفولايتس هيشاور لك على ايه؟ اما يشاور لك على الول نفسه يقول لك تخين، اما وخلي بالك احفظ الجاي ده مهم قوي، مهم قوي قوي قوي. اما يشاور لك على المصل البابيلا اي مصل تقول لي فيها هايبر اتوفي والكوديا تنديني فيها سيكنس، اما يشاور لك على الفالفات تقول لي ان هي فايبوسز وجيش وايت، اما يشاور لك على الاورطه تقول لي ان في افيروميتاس بليك بتكون جريش يلو. كلام كويس؟ ادي نفس النظام برضه، هتشاور لك على ايه؟ والله ده مشاور على البابيلا يا مصر والكوريا تنديني، وده مشاور على الفالفات اللي حصل فيها فايبوسز وكانت جري شويه. طب ده هو نفس الجاي اللي فوق على فكره، هو نفس الجاي اللي فوق يا دكاتره، ماشي؟ عباره عن برضه سيكنس في او هايبر اتوفي في البابيلا يا مصر، وادي الفالف بيكون فيها فايبوتك جري شويه وده يلو شويه اهي يا دكاتره، واثيروميتاس بريك. دي الكونيك روماتيك فالفولايتس. نفس النظام سكند كوديا تنديني اهي، الكوديا تنديني، وعند سعادتك هنا يقول لك ان الميت والفالف حصل فيه فايبوسز فبيحصل له سيكننج يعني بيتخن، مش مشكله. هنا برضه الاورتيك فالف حصل فيه فايبوسز فانت ممكن تثبتها، فايبوسز اوف اورتيك اند ميتال فالف. ولكن لو شاور لك بالاسهم افهم ده كده، ده كده اسمه الليفت، ده كده الليفت اتيوم، تمام؟ ما بين الليفت اتيوم والليفت فينتيكل ده الميتال فالف، ادي السيكننج والفايبوسز بتاع الميتال فالف، ده الليفت فينتيكل، الليفت فينتيكل ما بينه وما بين الاورطه، وده عند سعادتك ده كده الاورطه، ما بينهم عباره عن الاورتيك فالف حصل فيه برضه سيبنينج وفايبوسز. فبص لي بقى في الجو ده كده، الجو ده نفس النظام عباره عن بابيلا مصر هايبر اتوفي يا دكتور عندي سيكنينج اوف كوديا تندين، وعباره عن الاورتيك والبابيل، الاورتيك والميتال فالف بيكون فيهم فايبوسز وسيكنينج جري شويه، والله نفس الكلام مفيش اي اختلاف. حتى هو ايه مش هقول لك فوق، فراح جايبهم لك فوق تحت في التعليق كده، ان الاورطه بيكون مالتيبل يلو شويه اثيروميتاس بليك، والبيكارديوم بيكون فيه سيو فايبرنس انفلاميشن وبيحصل بعد كده فايبوسز. الجو ده بقى مميز قوي، مميز قوي، ده نفس النظام برضه بيكون هايبر اتوفي وهكذا والفالفات بايظه. بس اهم كلمه لو جاب لك وشاورك على الحته دي كده، ايه الحته دي يا دكاتره؟ شايف الكتله دي كده؟ الكتله ديت هي ايه؟ هي حاجه اسمها فيجيتيشن، اللي هي الثرومبس اللي بتتكون على الفالف، يسموها الفيجيتيشن. حتى بص يعني نفس الحاجه، الليفت فينتيكولا بيحصل هايبر اتوفي، والبابيلا يمصر هايبر اتوفي، والاورتيك والميتا والفالف بيكونوا اوبيك جريش يا دكتور بسبب فايبوسز. اهم كلمه لارج براون فرايبل فيجيتيشن، اهم كلمه الفيجيتيشن موجوده فين يا دكتور؟ على الاورتيك فالف، موجوده على الاورتيك فالف. طبعا البيكارديوم برضه بيكون في سيو فايبرنس انفلاميشن وهيل بعد كده بفايبوسز فبيكون اوبيك، ماشي؟ ده بالنسبه للكونيك اوماتيك فالفولايتس، ده نفس الجو على فكره، كونيك اوماتيك فالفولايتس اوف ذا اورتيك اند ميتال فالف واورتيك اثيروسكليروسيس، تمام؟ بص هنا بقى كده وركز لي قوي، ايه هنا؟ لا الجو ده مختلف شويه. الجو ده هو مشاور لك على البيكارديوم بس،
ده حصل سيوفايبرنس بيكارديتس. السيوفايبرنس بيكارديتس كنا اقول لك زي العيش اللي ما بينه حته جبنه، بريد باتر ابيرنس، مش مشكله مش مهم، اهم حاجه البيكارديوم وبي كوايت ان كلر. الشريدي بيكون متقطع في فايبروسيس يا دكتور، ده كله دليل على وجود البيكارديتس ونوعه سيوفايبرنس بيكارديتس. فالدايجنوسيس بتاع السهم او الدايجنوسيس بتاع الجو ده هو عباره عن سيوفايبرنس بيكارديتس. كده جارات الهارت خلصت. يبقى خلصنا كم موضوع؟ خلصنا اول حاجه، اول حاجه الاورطه الاثنين ايري اثيروسكليوسز وليت اثيروسكليوسز. خلصنا الاثيروسكليوسز دي مهمه جدا. خلصنا بعد كده قلنا البناين ارتيولوسكليوسز والهايبر بلاستيك ارتيولوسكليوسز المالجنت هايبر تنشن، وخدنا الكونيكوماتيك فالفورايتس مع الاورتيك اثيروسكليوسز. يا دكاتره الجوات دي كلها، واخر جو قلت لك مختلف عباره عن سيو فايبرنس بي كارديتس، والجوات ديت الهايبرتنسف كارديوميجالي وعباره عن بناين ارتيولوسكليوسز. ادي المالجنت اسينشال هايبر تنشن، ده كلها جوات. ادخل لي بقى على الجوات دي، الكونيك فينس كونجيشن اوف لانج. والكونيك فينس كونجيشن اوف لانج لو تفتكروا فكرته ان كان حصل دايليتيشن او الدم احتقن في الكابيلاري، فادي عند سعادتك الالفيولاي كده، اول ما الدم احتقن هنا وراح رايح من المنطقه دي للمنطقه دي، واما راح من المنطقه دي يا دكتور اتكسر وطلع منه صبغه اسمها هيموسيدرين. صبغه الهيموسيدرين ديت راحت بلعها الماكروفيج، فكنا نسميها هيموسيدرين ليدن ماكروفيج. صبغه الهيموسيدرين بيكون لونها بني، وطبعا فاكر ان حصل فايبروسيس كمان في الول، اما حصل فايبروسيس في الالفيولار وول تخن يا دكتور. ده اللي انت هتلاقيه في المنطقه هنا، حتى كنا نسميها براون انديوريشن، براون بالنسبه لصبغه الهيموسيدرين، والانديوريشن يا دكاتره بسبب الفايبوسيس اللي حصل في الوول. ولو تفتكر ان الهيموسيدرين ماكروفيج كنا بنسميها هارت فيليا سيل. طب ما تيجي نشوف كده الكلام ده هنا، ادي اول حاجه دي الماكروفيج اهي الهارت فيليا سيل. طب دي يا دكتور دي الكبيله اللي حصل فيها دايليتيشن او حصل فيها احتقان كونجيشن. طب دي الماده الهيرين اللي بتبقى جوه اللي ترانسيوديشن اللي بيطلع من الكبيله بيروح يملى الالفيولاي. طب دي يا دكتور والله ده بص هو هنا شوالك على ايه؟ مش شوالك على الخليه، لا هنا مش شوالك على هنا شوالك على الماده نفسها. الماده دي الماده البنيه اللي براون هيموسيدين. طب الماده دي يا دكتور او يعني انا مش عارف يعني السهم هنا يحير صراحه بتاع ده، بس احفظه زي ما هو ريد سيلز اللي هي الار بي سيز يعني. طب ده الالفيولار وول اللي حصل فيه سيكمنج، ده الالفيولار وول اللي حصل فيه سيكمنج. طب تعالى نشوف دي كمان، دي مهمه جدا جدا جدا. بص معايا كده، ادي ديت السكننج الفيولار وول، ده السكننج الفيولار وول. طب النقط دي النقط دي النقط دي اكيد دي الهيموسيدرين بلعها او جوه الماكروفيج، يسموها هيموسيدرين ليد الماكروفيج، او بيسموها اسم تاني الهارت فيليا سيل. طب ده الماده الحمراء ده اللي ترانسيوديت يا دكتور. طب ايه ديت؟ دي الكابيلاري وهي كونجستد بالبلد، دي الكابيلاري وهي كونجستد بالبلد ماشي. طبعا ده ايه؟ ده الار بي سيز اللي هي الحتت الحمراء الباهته دي، ده الار بي سيز ماشي. دي كمان برضه الكرونيك فينوس كونجيشن بتاعت اللنج. الجواد ديت او الحاجات ديت عباره عن الكرونيك فينوس كونجيشن اوف لنج، كرونيك فينوس كونجيشن اوف لنج سي في سي. الكرونيك فينوس كونجيشن اوف لنج هنا ده نفس النظام، خلي بالك ادي هنا الدايليتد فين، دي دايليتيشن مليان كده، بس يعني ايه خلي بالك ده دايليتد فين، ده دايليتد علم لي عليه كده عشان الحته ديت انت هتنساها. دايليتد فين دي مش الفيولاي ومليانه مش الفيولاي ومليانه بالترانسيوديت. اللي ترانسيوديت هتلاقيه بص ماده حمراء باهته، اما ده ار بي سيز ده دم ماشي. شوف هنا كده ده عباره عن ايه؟ مشاورك دي عن ايه؟ مشاورك عن البو او الوول بتاع الالفيولاي، مشاورك فيها عن الكابيلاي، فدي الضياليت الكابيلاي في الالفيولاول. طب هنا يا دكتور قال لك والله مشاورك هنا على السكننج، مشاورك هنا على الضياليت الكابيلاي يا دكتور، هنا مش هقول لك على انترستيشال ايديما، على ثلاث حاجات انا اعتقد ان الشريحه دي او الجزء ده صعب ان هو يجي يعني. جت مش مشكله برضه عادي نفس الكلام. طب ديت والله ده جار هيجي لك الصوره ديت عباره عن ايه؟ ده لانج، وصوره اللانج الوحيده اللي عندك يا دكتور في الكارديو فاسكولار هو عباره عن كونيك فينوس كونجيشن اوف لانج، واكتب لي جنبها كده معلش براون انديوريشن اللي هو كاتبها، اكتبها لي في التشخيص، اكتبها لي في التشخيص براون انديوريشن، اكتب لي في التشخيص براون انديوريشن ماشي. براون انديوريشن مهمه جدا ديت يا دكتور. قال لك والله ده ليفر، عرفته منين؟ من الاشكال السداسيه، معلش لسه هتاخدها انت قدام في سنه ثالثه باذن الله، بس انا بقول لك ان ده ليفر كان شكله حتى يقول لك شبه جوز الهند، شايف ديت او معايا جوز الطيب
سماء الجوز الطيب اللي كنا بنسميها نط ميج ابيونس، حته حمراء مع حته صفراء، 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 وهكذا. فده اللي كونيك فينوس كونجيشن اوف لانج، السايز بتاعه انلارجد، الكونسيستنسي فيم فيها نط ميج ابيونس. يا دكاتره مش عليك التفسير بتاعها، مش عليك التفسير بتاعها في العمل يعني، رغم ان انت كده كده هتبقى عارفه من نظر. ادخلي على السلايدز بتاعت السومبس. السومبس كانت بتتكون على الوول بتاع الارتي، الوول بتاع او معظمها الفين اصلا، مش مشكله اللي بلاد فيسل وخلاص يعني. السومبس دي بتتكون من ايه؟ والله يا دكتور كانت بتتكون من بليتلت فوق بعضها البعض، حتى البليتلت ديت كنا بنسميها، العالم اكتشفها اسمه زان، فكنا بنسميها لاين اوف زان. وما بين البليتلت او بيجي على البليتلت تلاقي تكون شبكه، الشبكه دي من خيوط الفايبرين، الفايبرين دي بيهرب في طياتها، بيهرب جواها الار بي سيز والوايت بي سيز. طب ده يا دكتور هو ايه؟ هو البلاد فيسل. يبقى ديت ايه؟ سومبس. السومبس ديت لما اشاور لك عليها انا مرشح ان الجزئيه دي او الشريحه دي تيجي جدا. السلايد دي مهمه قوي. اللاين اوف زان واضح فيها، الار بي سيز واضحه فيها، شاور لك هنا ادي الار بي سيز، شاور لك على الاطراف كده ديت الوايت بي سيز، شاور لك على خيوط الفايبين ده بالنسبه للفايبرين. ده سومبس برضه مشاور لك على اللاين اوف زان. ده نفس النظام، ادي اللاين اوف زان اهو يا دكاتره، والفاتح لاين اوف زان، الفاتح لاين اوف زان. بينما ده بيكون الار بي سيز، تشخيص ديت طبعا السومبس، تشخيص ديت السومبس. ولو تفتكر اللاين اوف زان كان عباره عن بريكلي. ماشي يا دكاتره؟ ادي اللاين اوف زان بقى. كده يبقى العملي خلص، شرحنا جارات الاسوس او العمل بتاع الاسوس كالوسز، العمل بتاع الهايبرتنشن، العمل بتاع السومبس، تمام؟ مفيش كده كده عملي امبوليزم يعني، والكرونيك روماتيك فالفولايتس. اتمنى الناس تكون فهمت كويس. إيه معلش مواجهه بسيطه كده، هاخدهم تاني سريعا كده مع بعض. يلا يلا يلا، راجع معايا معلوماتك، راجع معايا معلوماتك كده واحده واحده. ادي الجوين الاسوس كالوسيس يا دكاتره، الايلي اسوس كالوسيس كان احمر، والليت اسوس كالوسيس كان اصفر. الاسوس كالوسيس ده والله ده الاسوس كالوسيس، ده الهايلاين الكليفت، ودي الهايلينوسيس يا دكتور، ودي الكالسيفيكيشن، ودي الاتروفيك ماسل. ادي الاسوس كالوسيس برضه، دي كلها دي بي 9 ارتيريوس كالوسيس، كانت باخدها في جوف الكدني يا دكتور. انت قلت لي ان في اتروفيك تيوبيول وفي جلوميولايد ويكون فيها ايونيزيشن، والبلاد فيسل لو هي سميك كده يبقى فيها ايونيزيشن، ايونيزيشن هو كمان، اما لو كان واسع كده يا دكتور يبقى دي فايبو الاستيك هايبر بليزيا. طب المالجننت قلبه يعني هايبر بلاستيك ارتيريوس كالوسيس المالجننت هايبر تنشن، ده بيكون الوول ضيق قوي، النار اليومن بيكون على شكل اونيون سكين ابيونس، هايبر بلاستيك سموث ماسل، الكونيك كوماتيك فالفولايتس قلنا التشخيص او الكومنت بتاعها، والدايجنوسيس ثابت، دايجنوسيس كونيك كوماتيك فالفولايتس اوف اورتيك اند ميتال فالف زي ده اورتيك اسوس كاليوسيس. طب بالنسبه لما اتعلق عليها يا دكتور هتقول لي ان البابيلي والكودياتين ديني فيهم هايبر اتوفي وسكننج، هتقول لي ان الاورتيك والميتال فالف بيكون فيهم فايبوسيس جراي شويه، وان الاورطه في اسوس كاليوسيس يا دكاتره بيكون يلو شويه. ده برضه نفس النظام، كله نفس النظام، ده بس لو جالك اكتب لي كونيك كوماتيك فالفولايتس وبس، وده ده الاوتيك فالف وده الميتال فالف عشان مش تلخبط الاثنين ببعض. ماشي ده نفس النظام، لو جات لك ديت ما تنساش ان ديت عباره عن فيجيتيشن، دي فيجيتيشن يا دكاتره. دي لو جالك ده الوحده، ده الوحيد الجاي اللي موجود عند سعادتك الهارت كده، سيو فايبرنس في كارديتس. دي طبعا الول تخين بتاع الهارت جدا، ده هايبر تنسف كارديوميجالي ما بين قوسين كونسنتريك هايبر اتروفي اوف ذا هارت. ده بناين ارتيوريوس كاليوسيس، تمام؟ مالجنانت اسينشال ارتيوريوس كاليوسيس او هايبر تنشن، الهايبر بلاستيك ارتيوريوس كاليوسيس المالجنانت هايبر تنشن، كونيك فينوس كونجيشن اوف لانج، كونيك فينوس كونجيشن اوف لانج، كونيك فينوس كونجيشن اوف لانج. ديت عند سعادتك ديت اللي براون انديوريشن، ده اللي كونيك فينوس كونجيشن اوف ليفر اسمه نوت ميج. على فكره لو جالك كده وكتب لك الدايجنوسيس اكتب لي جنبها نوت ميج، اكتب لي جنبها نوت ميج عشان تاخد درجتك كامله، عشان تاخد دي السومبس لاين اوف زين ار بي سيز وايد بي سيز في فايبرين نتورك وهكذا. كده خلصنا مع بعض العملي الكارديو فاسكولار، اظن عمل الكارديو فاسكولار من اسهل العملي، وعمل الباثولوجي اصلا من اسهل العمل اللي هتلاقيه وسط كل العمل اللي سعادتك هتاخده. السلام عليكم.